لكن القرآن والإيمان إذا خالطت بشاشتهما القلوب كان العبد برحمة الله وفضله عبدا صالحا. فالله قال عن كلامه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقالوا تلك الأمثال نضربها للناس. وقال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال غير ذلك جل وعلا في كتابه. لكن أعظم الآيات ذكرا للقرآن في القرآن قول الله: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب. فلو لم يكن لله حجة على خلقه إلا هذا القرآن لكفاهم. فإذا أراد الله أن يرحم عبدا ويوفقه جعله يحفظ ما تيسر من القرآن ولو كان يسيرا، ثم من الله عليه بفقه وتدبره والعمل به، ثم رزقه أن يقوم به في الليل. قال الله: وقوموا لله قانتين. قال ابن عمر: لا أعلم القنوت إلا طول القراءة في الصلاة.